فارس شكل الاستقبال جمهور النادي الاهلي، عندي حاجتين لهذا الجمهور العظيم بجد. انت لو تاخد بالك من الافان تتر النهارده هم كانوا اربع كلمات، ممكن اعيده تاني. الناس استغربت، مفيش، لانه جمهور استفتاء عالمي انا معاك، شرق اوسط انا معاك، افريقي انا معاك. فان تفوز بهذا الاستفتاء الجماهيري، وانه اي حاجه الحقيقه فيها نوع من انواع اللجوء لصديق وهو الجمهور، او لجوء لعزيز، او لجوء لسند، او لجوء لظهر، زي ما انت عايز تقول قول. جمهور الاهلي دائما وابدا، ادي واحد. اثنين، الاستقبال الرائع للنادي الاهلي في كل مكان، وخصوصا اليوم في الدوحه. ده حقيقة كابتن شوبير، يمكن لحظات بيعيشها النادي الاهلي وجمهوره هي للتاريخ فعلا. انا بشوف ان اللي حاصل دلوقتي، انا بقول لجمهور الاهلي انتوا بتتوجوا مجهودكم جدا. ايوه، انت زيك زي اللاعب، زيك زي مجلس الاداره، زيك زي المدير الفني، انت ليك دور، انت احد اطراف منظومه النادي الاهلي. نعم. فاللحظه دي انا بشوف ان الجمهور بيتوج مجهوده. أيوة. لحظه اللي النادي الاهلي بيفوز فيها في الاستفتاء الكبير جدا لجمهور النادي الاهلي، عمل فيه مجهود يشكر. نعم. عليه، فده عظيم. هاتوا لنا بقى كل الكواليس اللي كانت موجوده، والموتوسيكلات والخيل والحواديت والقصص كلها، لان دي الحته اللي سمحوا بس للجمهور ان يبقى موجود فيها، ومع ذلك الناس التزمت واستجابت تماما. اتفضل يا فارس. علام النادي الاهلي. نعم. المشاعر، استقبال جمهور النادي الاهلي في قطر والامارات، في جمال كده يعني، والسعوديه. نعم. دايما يا كابتن شوبير. نعم. الناس بتحاول تبدع. هو مش بس الجمهور بيستقبل الفريق في المشهد اللي انا شايفه ده. نعم. ده الجمهور بيبدع. نعم. الجمهور بيحاول ان كمان زي ما جوه المدرج بيكون ليه ابداعاته، وهو بيستقبل الفريق كمان بيكون ليه ابداعاته، كعاده النادي الاهلي، غير تقليدي في اي حاجه. نعم. كل حاجه جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعملها دايما بتكون مختلفه. ودي بصمه جمهور النادي الاهلي المختلفه. استقبلونا قبل كده، استقبلوا النادي الاهلي في ظروف كورونا. نعم. استقبلوا النادي الاهلي في ظروف صعبه، استقبلوا. نعم. النادي الاهلي في مناسبات في دول مختلفه، وفي كل مره رساله جمهور النادي الاهلي بيسيبها، بيسيب المشهد الجميل ده. نعم. بيسيب المشهد المخلص ده، بيسيب المشهد المنتمي ده، بيسيب المشهد ان حق كل اهلاوي النهارده يشوف نفسه في الجمهور ده. يشوف نفسه على السوشيال ميديا، يشوف نفسه في مدرج، يشوف نفسه في قطر، يشوف نفسه في السعوديه، يشوف نفسه في الامارات، يشوف نفسه في كل دوله بيروحها النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيقول ان هو فعلا حمايه. طيب انا ماليش في الترندات، انتوا عارفين القصه. بس النهارده انا نفسي فعلا يطلعوا جمهور النادي الاهلي والترند. طبعا. يعني الحقيقه على ما قد بص الجمال. الله يكرمكم يعني. وايه ده؟ هو ايه اللي ايه ده؟ ايه ده يا اسامه ده؟ مستنيينها من زمان. من ايام اليابان، وده حقيقي. الوضع اللي احنا فيه حاليا احنا مستنيينها قوي من زمان. ومن ايام اليابان مستنيين نصل. لازم تطلع الست دي النهارده زي ما بقول لكم كده. والله العظيم مليئة. انا هم عارفين، بس الناس دي واللي عاملاه ده حاجه تحفه يعني. اتفضل يا اسامه. بص يا كابتن، هم الحقيقه يعني في كل وقت بيوصل فيه النادي الاهلي لاداء مباراه خارج الحدود او. نعم. فحتى جوه مصر. جماهير النادي الاهلي بتروح تحتفل بالنادي. والحقيقه اللي بيحصل عكس، ان النادي عاده هو اللي بيحتفل بجماهيره. دايو. وده اللي حصل. أيوه. اكتر من مره، وتحديدا في قطر. النهارده الاستقبال بالبلالين الحمراء، الاستقبال اللي شفناه على الشاشه، يعني والله الست اللي بتهتف الفاضله دي بفكره ان احنا مستنيينها من يابان، وهي بترجع ذكريات فعلا كأس العالم لليابان مرة أخرى. نعم. عندنا مباراة صعبة في نصف النهائي، لكن لسه عندنا الحلم. ويمكن الزميل العزيز فيصل زيدان ختم يعني التقرير بتاعه بجملة جميلة جدا: الأهلي لا يعرف المستحيل. نعم. ليه الأهلي لا يعرف المستحيل يا كابتن؟ عشان وراه جماهير زي دي. نعم. هي دي الجماهير اللي بتخلي النادي الأهلي لا يعرف المستحيل. في كل نادي جماهير النادي بتكون رقم 12 في العالم. في. نعم. النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي على مدار تاريخه هو رقم واحد دايما في فريق النادي الاهلي. نتمنى باذن الله، باذن الله الاستقبال الحافل ده يعني يعود بدفعه معنويه وتركيز شديد من. نعم. اللاعبين، عشان فعلا نحتفل مع الجمهور. وبدل ما يبقى الشناوي اللي بيهدي ميداليه برونزيه في قطر، وانا. نعم. لسه متذكر المشهد لما خدنا برونزيه كاس العالم للانديه في قطر، يبقى اللاعبين بيهدوا ميداليه اعلى من البرونزيه ان شاء الله لجماهير قطر، ونقول لهم ان احنا مع كل بطوله، مع كل عام بيكون طموحاتنا اكبر
ودايما يا رب الاهلي ما يعرفش المستحيل. بالمناسبه ريال مدريد بيلعب دلوقتي مع اتلانتا، وكان امبابي سجل هدف رائع ولكنه اصيب وخرج، ونجح اتلانتا في التعادل بضربه جزاء، وكان ليفربول فاز على جيرونا بهدف لنجمنا محمد صلاح. خلينا انا اريحك في قصه ريال مدريد دي، لو ان شاء الله اذا رحنا ريال مدريد خليني معاك في الاستوديو، انا وشي وحش على ريال مدريد. وشك وحش على هيجي عشان وشي وحش. انت جاي لي عشان وشي وحش؟ عارف عارف كوهيني انا يا ولد ساعات هو انا قاعد عشان وشي وحش. وشي وحش وبوقع ريال مدريد. انت طلعت معايا حلقه الا وريال مدريد غلب.